تاج بصوت الزميل محمد بن بريك المري. شكرا بسام. تتواصل مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم منافسات صباح هذا اليوم، حيث ينطلق في هذه الأثناء الشوط الأول الرئيسي الخاص بفئة البكار الجذاع العمانيات، متمنين التوفيق لهل العمانيات في هذا الشوط. إذن انطلق شوط العمانيات، شوط البكار الأصيلات، شوط السلالات المحافظ عليها من قبل الملاك. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. تشارك في هذا الشوط 41 بكرة متواجدة في فئة العمانيات في صباح هذا اليوم. رئيسي العمانيات وضع لهذا الشوط في المهرجانات رموز وجوائز نقدية وجوائز عينية قيمة. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في أقوى أشواط العمانيات غربال لعبد الله بن سعد بن سلطان المسيفري مع المركز الأول مع صدارة الشوط، تليها على المركز الثاني وتتقدم فزعة راشد بن مبارك الخيارين يقدم فزعة مع المركز الثاني راعي الفارس وراعي فوارس اللي فازت في أشواط الحقائق اللي تنحدر من سلالة الفارس. ونهنيك الناموس يا راشد يا أبو مبارك، تهانينا والناموس لك على الإنجاز وعلى الفوز في يوم الحقائق. المركز الثالث اللي وصلت من الجانب الآخر وتتسلل، نحاول نشوف رقم شعار بن هاملة على ما يبدو لصالح بن حمد بن هاملة. تتقدم الجموح بالفعل، سالم بن حمد بن هاملة يقدم الجموح على المركز الثالث، انتقلت إلى الثاني. المركز الرابع وصلت الحذرة لراشد بن علي بن محمد آل فهيدة مع المركز الرابع في هذه الأثناء، بينما الدور دور المركز الخامس. المركز الخامس وصلت الشاهينية لخالد بن علي بن محمد الشالولي الجحافي يقدم الشاهينية على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. العودة إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط، ما زالت غربال على المركز الأول على الصدارة غربال، ولكن الجموح غربال تعود ملكيتها لعبد الله بن سعد المسيفري يقدم غربال على المركز الأول. الخطورة من الجموح اللي على المركز الثاني، تعود ملكية الجموح لمبارك بن حمد بن هاملة يقدم الجموح، حصل دخول وتسلل من قبل فزعة راشد بن مبارك بن زايد الخيارين يقدم فزعة اللي انتقلت إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث الجموح عند بن هاملة. المركز الرابع تتواجد فيه في المركز الرابع الحذرة لراشد بن علي بن محمد آل فهيدة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات وتصل مطره لعبد الله بن حمد بوصلعة يقدم مطره على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. 41 خابط في هذا الشوط لمن ناموس العمانيات. يا هل العمانيات الأصيلات، يا هل السلالات النادرة، هل السلالات العمانية لمن ناموس هذا الشوط. من ستفوز اليوم ستؤهل نفسها تلقائيا للمشاركة في أشواط الرموز في شوط العمانيات في الختاميات في المهرجانات الكبرى. إذن أرى التجمع على المقدمة وأرى هذا التنافس المثير. الجموح 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 طارت في المركز الأول وتحاصر من هذه الأسماء، وأيضا المضايقة من قبل غربال. عبد الله بن سعد المسيفري يقدم غربال وشعار الفهيدي يتقدم. راشد بن علي بن محمد آل فهيدة يقدم لنا الحذرة على المركز الثاني اللي انتقلت بدورها إلى المركز الأول في هذه اللحظات. مطرة بصلعة تصل مطرة 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 تتقدم مطرة على المركز الرابع، تعود ملكيتها لعبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة يقدم مطرع على المركز الرابع. المركز الخامس ايضا وصلت فزعة راشد بن مبارك بن زايد الخيارين، دور بنت الفارس يا راشد، دور مثل سلالة الفارس في يوم الحقائق. هذه فزعة على المركز الخامس. ايضا شعار بالسيقان يتقدم مع بيان، وصلت بيان صاحبة انجازات
في شوط العمانيات دائما وابدا عودتنا في السباقات الماضية على الفوز في مثل هذه الأشواط الرئيسية، ولكن مطرة بوصلعة تتسلل، طارت بالمقدمة، طار عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة مع مطرة بناموس الشوط كيلو ونصف الكيلو، حست مطرة بالخطورة وانطلقت مطرة في وقت مبكر من عمر هذا الشوط. حكم أعصابك يا أبو حمد، حكم أعصابك شوي، هذه مطرة مع المركز الأول. يقول أبو حمد تلقائيا انطلاقتها بروحها مطرة اللي انطلقت واندفعت في هذه اللحظات، هذه على المركز الأول مطرة. الله ما شاء الله تبارك الله على انطلاقة مطرة في شوط العمانيات الكيلو متر الأخير، نقترب من الكيلو متر الأخير ومطرة طارت بناموس العمانيات. المركز الثاني الحذرة حذاري أبو صلعة من الحذرة اللي على المركز الثاني راشد بن علي بن محمد ألف هيدا يقدم الحذرة. المركز الثالث بيان حسين بن علي بالسيقان، ولكن أعود إلى مطرة وإلى شعار بوصلعة، إلى شعار بوصلعة، إلى هذه السلالة العريقة، إلى هذه السلالة الأصيلة يتابعها صالح بن حمد بوصلعة في شوط الإنتاج. هذه مطرة مع المركز الأول تحلق بناموس الشوط، تحلق برئيسي العمانيات مطرة بوصلعة. وسلام يا مطرة سلام، بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، خلاص روح يا بوصلعة، روح للناموس، روح، لا خطورة على مطرة، خلك مرتاح يا صالح، خلك مرتاح، أبدا أبدا لا تشيل هم. مع مطرة طارت بناموس العمانيات وتقدم هذا العرض الاستثنائي، هذا الأداء الممتاز وبدون أي منافس على الإطلاق. وسلام يا مطرة سلام، تهانينا نزف التهاني على الهواء مباشرة لعبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة على فوز مطرة وانتزاعها لرئيسي العمانيات، أقوى أشواط العمانيات، أعتاها في صباح هذا اليوم، جهزها للشلفة، خلك جاهز للشلفة يا راعي مطرة يا أبو حمد، شلفة العمانيات. هذه مطرة تقدم هذا العرض الفنان بدون أي منافس على الإطلاق. وتهنئة من فرج بن حمد الجار الله لك في صباح هذا اليوم يا صالح يا أبو حمد، يهنيك أبو حمد ويهنونك أيضا المحلل المعلقين والجماهير. وسلام يا مطرة سلام، مطرة مطرة مطرة، شوط العمانيات مع مطرة بوصلعة. وسلام يا مطرة سلام، تهانينا، والناموس بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات تنتزع ناموس العمانيات الرئيسي. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني مذياء قذا، وصلت قذا لراشد بن محمد بن انديله. المركز الثالث الحذرة لراشد بن علي بن محمد آل فهيدة. المركز الرابع مذيار صالح بن راشد بن صالح الدعباء. المركز الخامس وصلت فيه الكايدة لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي. تهالينا والناموس، هذه مطرة بوصلعة تنتزع رئيسي الجداع في صباح هذا اليوم. 7 دقائق 38 ثانية، 90 جزء من الثانية، التهاني والناموس لعبد الله بن حمد بوصلعة. إذن تهانينا أيضا لصالح بن حمد بوصلعة من قادها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت قذا، قطعت المسافة في 7 دقائق 44 ثانية و94 جزء من الثانية، التهاني والناموس لمالك قذا راشد بن محمد بن انديله. المركز الثالث وصلت فيه الحذرة، قطعت المسافة في 7 دقائق 45 ثانية، 70 جزء من الثانية، التهاني والناموس لراشد بن علي بن محمد آلف هيده